حركة الحياة مع حسن شاهين وعلي يماني. أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي في كل مكان، ومع لقاء جديد من برنامج حركة الحياة. الحياة تتحرك يا إخوة، والحياة لا تنتظر، الحياة لا تنتظر. يا إحنا نلحقها يا تروح وتسيبنا ويجوا غيرنا يعيشوها، لكن إحنا نحاول مع بعض نشجع، يعني نشجع بعضنا، نشجع أنفسنا أننا نعيش حياة سعيدة وجميلة بإذن الله عز وجل. معكم أخوكم حسن شاهين، يشاركني في اللقاء أخي الأستاذ علي يماني، قاعدين نتحاور حول الصبر، وهو معلم كبير من معالم حركة الحياة، يمكن أخذنا فيه إلى الآن عدة لقاءات، وأنا أعتقد أنه لو أخذنا فيه حتى يعني 100 لقاء بلا يعني مبالغ، الصبر يحتاج، لأنه هو الركيزة الأساسية من ركائز حركة الحياة. أستاذ علي، تكلمنا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، تكلمنا عن صبر أيوب، أيضا أنا أبغى أعيش معك ومع الإخوة المستمعين البقية الأنبياء اللي فعلا صبروا. يعني أنا حقترح عليك من الأنبياء اللي فعلا قصتهم عجيبة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يعني تعرض هذه من القصص العجيبة ومن أجمل القصص الأنبياء عليهم السلام، تعرض إلى بلاء عظيم. سبحان الله، سبحان، يعني بالله عليكم يا إخوتي المستمعين خليكم معايا وفكروا شوي، فيكم أحد عمره انباع؟ معلش انباع. قبل انه انباع يا حسن، رموا اخوانه اللي هم من لحم ودم، رموا يعني في البئر. يمكن ممكن واحد اخوانه يبهدلوه او ياخذوا الميراث حقه او ياخذوا التركه او يعني يعملوا له مشاكل، وكان اساسها الحسد يا حسن. الحسد اساسها كان الحسد، حسدوه بسبب انه هو كان المقرب لوالده، المقرب لوالده. ايوه فبدات الغيره والحسد، ثم رموا في داخل البئر. سبحان الله. وبعد كده وجدوا السيارة وباعوا بثمن بخس، وشروه بثمن بخس، باعوا وأخذوا وذهبوا به إلى عزيز مصر، يعني واشتروا عزيز مصر وعاش. وبعد ذلك تعرض لمشكلة تانية، إنه يعني هو رجل كان صالح جدا وهو نبي من الأنبياء وربنا بيهيئه، وحصلت له مشكلة مع زوجة العزيز إنها دعته إلى الخطيئة، وهو رافض وحاول ورفضه أدى به إلى السجن، سجنه، يعني والله مشاكل، بير وبيع وشراء ثم سجن، وجلس في السجن بضع سنين. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى، هذه ترى اختبار، يمكن ربنا، أنت قلت لي وإحنا جايين في السيارة إنه اللي ما تجيله مشاكل معناته لازم يراجع نفسه. وفعلا يا حسن، إحنا في مقولة للسلف إنه الإنسان إذا لم يتعرض للبلاء وكانت حياته كلها سعادة، يقال إنه يجب أن يحذر، لأنه هذا الإنسان في هذه اللحظة ممكن أن الله سبحانه وتعالى يستدرجه في هذه الحياة حتى يقع في الخطر، ثم بعد ذلك يأخذه سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر. لذلك احنا نقول احنا عارفين أن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، والمؤمن مبتلى، والمؤمن مبتلى، والدليل أفضل البشر هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لو كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم أفضل البشر ما ابتلوا، معناه أنهم عايشين في سعادة. ولذلك نلاحظ أنه كل الأنبياء ابتلوا، وأعظم البلاء وقع على الأنبياء، صح؟ فمعناه أنه كل من يبتلى فهذا في خير بإذن الله تعالى وعلا. ليه؟ لأنه الله سبحانه وتعالى يختبره هل يصبر أم لا يصبر، يكفر. ولذلك يا إخوتي الكرام، نرجع إحنا برضو لأننا تكلمنا عن قصة سيدنا يوسف. يا إخوتي الكرام، سيدنا يوسف قصته مليئة بالعظات والعبر. يمكن أنا أبغى أركز على حاجة مهمة أيضا، لما خرج من السجن وأصبح سبحان الله، يعني شوف، مر بأزمة هي نتيجة الصبر في حركة الحياة، إنه هو مر بأزمة صعبة جدا وصبر عليها، وفي النهاية أصبح هو الوزير الأول في الدولة، القائم على خزائن مصر، اللي مسيطر على خزائن كلها، وأصبح وجاء أخوانه وجاء أبوه وجاء أمه وجاءت الدنيا كلها تحت أمره. إذن يا أستاذ، وتحققت رؤيته والشمس والقمر كلهم يسجدوا له. عاقبة الصبر خير يا إخوتي الكرام. في حركة الحياة وإحنا قاعدين نتكلم مع بعض نقول قاعدة، عاقبة الصبر خير. جميل، عاقبة الصبر خير. أنا أتوقف عند كلمة عاقبة الصبر خير، ونترككم في رعاية الله، ونلتقي إن شاء الله في اللقاء القادم مع حركة الحياة. دمتم في خير، والسلام عليكم ورحمة الله. حركة الحياة مع حسن شاهين
وعلي يماني.